وزير الصحة الدكتور سعد النايف يتفقد مشفى الزهراوي في دمشق لمعاينة الأضرار التي خلفها استهداف إرهابيين له بوابل من قذائف الهاون. الإرهاب يعود من جديد بفصوله الإجرامية المتوحشة والاعتداء على المواطنين السوريين وبنية القطاع الصحي، حيث كان من أهدافه هذه المرة مشفى الزهراوي التخصصي الوحيد في دمشق للتوليد والأمراض النسائية، فأشبع حقده باستهدافه بوابل من قذائف الهاون سقطت إحداها في غرفة العمليات في أثناء قيام الأطباء بإجراء عملية ولادة لإحدى الحوامل، حيث نتج عن هذه الجريمة إصابة بعض المرضى وأضرار مادية في المكان. والاطلاع على الأضرار، قام وزير الصحة الدكتور سعد النايف بتفقد المشفى وزيارة بعض المصابين من جراء هذا الاستهداف. هذا التفجير القوي الذي الحقيقة أثار الرعب وفي كل أنحاء المشفى، مما اضطر إلى حدوث بعض الاختلاطات، وخاصة إحدى المريضات قد أسقطت وتوفى جنينها. نأسف لمثل هذه الحوادث الإرهابية التي تطال القطاع الصحي الذي يجب أن يحيد بكل لغات العالم وبكل إنسانية ما تعني كلمة إنسانية من معنى. طبعا بادر وزارة الصحة للفور لتقدير حجم الأضرار اللي حدث في المستشفى، وكما تلاحظون نحن في غرفة العمليات، تم خروج هذه الغرفة عن العمل نهائيا، ونحن باشرنا على الفور بتقدير تلك الأضرار والمحاولة مباشرة إلى إعادة تأهيل هذا القسم والأقسام الأخرى التي تضررت. WHO is condemning any attack. منظمة الصحة العالمية تستنكر كل الأعمال اللي بتستهدف القطاع الصحي والمؤسسات الصحية، وكمان نعرف أنه حوالي ثلث المؤسسات الصحية تم خروجها من الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية. منظمة الصحة العالمية تسعى على الحفاظ على هذه المؤسسات، وما حدث اليوم هو شيء مؤلم جدا. هو الإجرام ذاته يطارد الإنسانية ليقتلها، وحتى الطفولة يلاحقها ولو كانت في رحم أمها. أنا ولدان طبيعي، صباح الساعة 7 كنت نايمة، ما حسيت الإزاز إلا إج علي شيء هيك مثل شيء فات لجوا وانفجر، كب علينا الإزاز وارتعبنا وطلعنا لبرا وغبرة جت قوية كتير، رحنا ما نقتنع. يريدون أن يقتلوا الطفولة والإنسانية لينشروا حقدهم وإجرامهم، متناسين أن في سوريا شعبا وجيشا يأبيان الموت ويعشقان النصر والحياة.